ايوه بخصوص الترانسفورمر خذينا المحاضره اللي فاتت اللي هو انواع الاعطال اللي يحدثها في المحول. بيسكلي المحول لما تبي تحميه تحميه بوسائل عديده، منها مثلا لو انه هو لو فولتج ترانسفورمر او لو باور ترانسفورمر يحمي فيه عن طريق فيوزز. فيوزز يحط على البرايمري والسكندري فيوز، ويكون الفيوز اللي على السكندري يكون اسرع من الفيوز اللي على البرايمري، بحيث ان البرايمري يمرر تيار الانرش وما يحصلش عنده، ولكن السكندري لان ما فيش انرش في السكندري اصلا، فبالتالي حتى لو خليته سريع ما فيش مشكله. فعندنا الفيوز تختار الانتربتنج كابابيلتي بتاعها بحيث انها تكون اكبر شويه من تيار الفولت اللي قاعد على السكندري بتاع المحول، والكونتينوس كارينج كرنت اللي هو يحمي اللود كرنت بتاع المحول يكون اقل من الكرنت كونتينوس ريتنج بتاع الفيوز. الكونتينوس ريتنج بتاع الفيوز يعني حوالي ياخذوا فيه مره ونص من التيار اللود بتاع المحول، والانتربتنج كابابيلتي ضروري يكون اكبر بشويه من تيار الفولت اللي تحسب على السكندري، بحيث انه يفصل بدون ما يصير ارك وبدون ما يصير مشاكل اخرى ميكانيكيه، يعني جراء ان الفولت كانت اعلى من الانتربتنج كابابيلتي بتاع البروتكتيف ديفايس. هنا الترانسفورمر يعني عاده يحمو فيه عن طريق الفيوز لو انه هو لو فولتج، ولو انه هو هاي فولتج ترانس او اس، لو انه هو هاي باور ترانسفورمر يعني اعلى من 2.5 ميجا فولت امبير او اعلى، يعني عاده يختاروا له في الديفرنشال بروتكشن، عاده يستخدموا له في الديفرنشال بروتكشن. ديفرنشال بروتكشن، الديفرنشال بروتكشن اللي هو الوقايه الفرقيه، اللي هو يركب مجموعه من السيتيز على البرايمري وعلى السكندري، بحيث ان السيتيز هذين يعني يطلع عن النهايه يطلع عن التيار الفرقي اللي بيناتهم. لو قلنا في فولت اوت اوف زون اوف بروتكشن هنا او سواء على البرايمر او السكندري او اكسترنال، يعني اكسترنال فولت على الترانسفورمر، مش حيفصل عنده التيار الفرقي هذا او الديفرنشال كرنت، حيكون صفر في الحاله الايديال. ولو ان الفولت قاعد في الزون بتاع الترانسفورمر او within الزون بتاع الترانسفورمر، حيفصل وحيعطي انديكيشن على ان في عطل هنا، وحيكون في التيار الفرقي اللي مار في الديفرنشال ريلي اللي مار فيه حيكون تيار عالي جدا. عندنا هنا حيكون تركيزنا اكثر على الديفرنشال بروتكشن، لان الفيوز عباره عن اختيار زي ما حكيت لكم عليه انا توه في السلايد اللي فاتت، هو اختيار نفس الطريقه هذه، تركز عليه حاجتين، كونتينوس كرنت بتاع الفيوز اعلى مره ونص من اللود كرنت بتاع الترانسفورمر، والكرنت الفولت كرنت اللي حسبته انت على السكندري بتاع الترانسفورمر يكون اقل بشويه من الانتربتنج كابابيلتي بتاع الفيوز. ذاتس خلاص. بالنسبه للديفرنشال، طبعا بالنسبه للديفرنشال في الحاله العاديه الام ام اف بتاع البرايمري تساوي الام ام اف بتاع السكندري، فلو غيرنا هنا بنسبه التحويل بتاع السي تي، هذا البرايمري والسكندري غيرنا نسبه التحويل بتاع السي تي، فحيكون عندنا الان ان 2 ان سمول كابيتال وكابيتال سمول ان 1 ان 2، هذين ضروري يكونوا متساويات بحيث ان نطلعوا نحن السي تيز بشكل ابروبريت. فالديفرنشال كرنت اللي هو مار في الديفرنشال ريلي او المار في الاوفر كرنت ريلي حيكون الاي سكندري الثاني بتاع السي تي ناقص الاي سكندري الاول بتاع السي تي ناقص الاي سكندري الثاني بتاع السي تي. فبالتالي في الحاله هذه يو مي بي اوير اوف ذات، ممكن مر عليك من قبل في البشر، ولكن هنا ممكن في نقطة معينة المفروض انكم تعرفوها، الا وهي الميزة الفرق ما بين الاوفر كرنت لما نستعمله في الديفرنشال ولما نستعمل الديفرنشال برسنتج ديفرنشال بروتكشن. عندنا هنا التيار الفرقي اللي مر هنا اللي هو التيار هذا هو اللي يشتغل عنده اللي يشتغل عليه المحول او اسف يشتغل عليه الديفرنشال بروتكشن. فعندنا هنا التيارات اللي مرات السكندري هنا يتم التيار اللي مرها حيكون هو الفرق حاصل الفرق بيناتهم. فلو ان الفولت قاعد هنا في السكندري زي مثلا هنا حيكون التيار اللي هنا بصفر والتيار السكندري هذا بالكامل حيمر في الريلي وحيفصل عليه، فحيكون السيتنج بتاعه سهل جدا. ولكن عندك انت مجموعه من الايرورز يمنع انك انت تخلي اوفر كرنت ريلي قاعد في النص هنا، المفروض انك تخليه برسنتج ديفرنشال ريلي. برسنتج ديفرنشال ريلي حنشرح لكم شو الكاركترستيك بتاع بالضبط، ولكن تو خلينا بس بالنسبه لهذا بالنسبه للريلي هذا يعني بالنسبه للريلي هذا في مجموعه من الايرورز اللي انت ما تقدرش تتحكم فيهن، اللي مثلا كيف مثلا الماجنتايزنج كرنت بتاع الترانسفورمر حيزيد من قيمه البرايمري كرنت اللي هنا، حيخلي التيار اللي هنا
مش صفر ومش ديما والايرور دايناميك، هيخلي ان الايرور دايناميك متغير الايرور مع زياده التيار الفولت يزداد معك الايرور، مع زياده تيار العطل فعلا يزداد معي الايرور في السي تيز، السي تي الاول والسي تي الثاني هذين تو ايرورز بتضيف انت لمجموعه الايرورز اللي انت بتاخذهم في الاعتبار. الماجنتايزنج كارنت بتاع الترانسفورمر، التاب تشينجينج بتاع الترانسفورمر، يعني مرات ما يكونش هو ان 1 الى ان 2، مرات يكون ان 1 الى 90% من ان 2 او 90% من ان 1 الى ان 2 على حسب التاب سيتنج بتاعه بلس ماينس 10%. فشنو فالتاب سيتنج، الماجنتايزنج كارنت بتاع الترانسفورمر، الايرورز اللي موجود في السي تيز، لو ان مثلا الترانسفورمر بتاعك ستار دلتا هتاخذ في الاعتبار القصه بتاع دلتا ستار وهكذا، ف حيكون عندك انت كميه كبيره، كميه كونسيدربل اماونت اوف ايرور تعتمد على تيار الفولت نفسه دايناميك، يعني الايرور هذا ما هوش ثابت، وفي نفس الوقت تاثر في قيمه التيار، يعني مرات يكون الفولت اكسترنال هنا ويمر تيار ايرور الناتج من الايرور في الاوفر كارنت يكون اعلى من السيت اب او البيك اب كارنت بتاع البيك اب كارنت بتاع الاوفر كارنت ريلي هذا، ويفصل السيستم بالكامل، يفصل السيستم بالكامل. فبالتالي ايش؟ بالتالي يتجهوا توا الافضل انه ما يقعدش اوفر كارنت بروتكشن داخل الافضل انه يكون ديفرنشال برسنتج ديفرنشال ريلي. فعندنا هنا several practical issues can be considered before workable differential relay can be implemented. First of all, first, it may not be possible to obtain CT ratios on the primary and secondary side which satisfy the condition N1, N2 تساوي N2, N2. يعني N1, N1 تساوي N2, 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 N2. Which, as we must select CTs with standard ratios. ضروري يكون عندنا CT نختاروه بستاندرد معين، يعني لو طلعت لك الريشو بتاع CT بالحسابات 417.5 على 3، هذه وين تبي تلقاها؟ تبي تاخذ انت 450، تبي تاخذ انت 500، وهذا برضو حيشكل ايرور في السيستم. The problem is somewhat alleviated by the fact that most relays themselves provide different tabs positions for each of the CT inputs to the relay. Relay tab setting برضو حتى هو يوفر لي ايرور اضافي. In effect, providing auxiliary CTs which can correctly any deviation from the desired ratios. طبعا تقدر انت في امكانيه انك تتخلص من الايرورز هذين، لكن الايرور الاعظم اللي هو الديناميك اللي هو يكون متغير مع قيمه العطل، ولو كان العطل اكسترنال وكبير يكبر مع قيمه الايرور هذا ويمر في التيار اللي موجود ويمر في الريلي اللي موجود في الدفرنشال. Second, the errors of transformation of the two CTs may differ from each other. طبعا الايرور بتاع ترانسفورميشن بتاع السي تي اللي على البرايمري مش نفس السي تي على السكندري. Finally, the power transformer is equipped with tab changer. It will introduce a main transformer ratio change which tabs are changing. برضو حتى هذا يعتبر error بالإضافة إلى الماجنتايزنج كارنت اللي أنا حكيت لك عنه. فبالتالي في الحالة هذه بالتالي هنا في الحالة هذه نستخدمه في شنو؟ نستخدمه في differential. قال لك أنا percentage differential. Protection of three-phase transformer requires the primary and secondary currents of the three-phase to be compared individually to achieve differential protection of the three-phase transformer. طبعا زي ما قلت لك انتم في قراءة السلايد مش مطلوب منك انك انت تحفظ السلايد، انك انت تفهم بس وبعدين تعبر باسلوبك، يعني ممكن السلايد هذه تلخصها في سطرين انت في ورقة عندك والله كذا، ما فيش داعي تحفظ شيء، ما فيش داعي، مش مطالب انك انت تحفظ شيء. في نفس الوقت الديفرنشال عادة يكون عليه مسائل، فهمت كيف؟ زي ما قلت لك انت لما اعطيك كلام كيف هذا بس انا حابب يكون عندك انت تكتفي بالسلايد من ناحية المذاكرة وتشوف انت اللي يعني هذا خذيته من كتابين وخذيت منها من الزبده اللي ممكن تستفيد منها. يعني قال لك انا the major difference between three phase protection and that of the single phase transformer is the necessity to deal with the effect of y delta transformation. طبعا اللي فات هذا اللي كان يوري فيه السكيماتيك اللي يوري فيه من قبل في السلايدات اللي فاتت كان هو شنو؟ كان هو عباره عن كانه single phase، هو one line diagram وكانه single phase. قال لك لما تنتقل ل three phase حيكون السيتويشن even worse، لان عندك حيكون عندك انت واي دلتا ترانسفورمر، الواي دلتا ترانسفورمر فيه فيس شيفت، الفيس شيفت هذا حيأثر لي الفيس شيفت حيأثر 30 ديجري فيس شيفت هذا حيأثر وحيخلي فيه ايرور اضافي مضاف الى مجموعه الايرورز اللي حكيت لكم عليها. Under normal conditions the current in the primary and secondary windings are in phase but the lines on the y and delta sides of the three phase transformer are out of phase by 30 degree.
Since current transformers are usually connected in the line and not in the winding on the delta side, this phase shift causes a standing differential current. And even when the turns ratio of the main transformer is correctly taken into account. طبعاً حيكون هذا واخد مأخوذ في الاعتبار. Difficulty is resolved by the connection of the or the connecting of the current transformers in such a manner that they undo the effect of Y delta phase shift produced by the main transformer. يعني جهة الترانسفورمر اللي هو Y خلي الكونكشن بتاع السيتيز بتاعتك دلتا وجهة الترانسفورمر مين باور ترانسفورمر بتاع دلتا خلي الكونكشن بتاع السيتي بتاعك بتاع الواي هذا المقصود بها to undo the effect of Y delta transformer. اللي هو الشكل اللي تشوفه فيه هذا الديفرنشال ريلي سواء كان اوفر كرنت ولا برسنتج ديفرنشال ريلي انا جهه الستار لاحظ انه هو دلتا كونكتد دلتا كيف يعني بدايه الاول في نهايه الثاني بدايه الثاني في نهايه الثالث بدايه الثالث في نهايه الاول وبعدها تاخذ الاطراف منها تمام بالنسبه للكونكشن بتاع الستار خلي في جهه الدلتا بتاع الترانسفورمر هذين كلهم كونكتد مع بعضهم ومؤرضه وهذين هنا اطراف السيتيز بتاعتك طبعا افضل معايا انت حيكون عندك انت ايرور افطنه الايرور هذينا انا حنعلمه عليهم بالاحمر الايرورز هذينا اللي تشوفوا فين هذينا يعني هذا ايرور ناتج بالتابر تشينجينج ترانسفورمر هذا ايرور ناتج بالسي تي وهذا ايرور ناتج من المس ماتش بتاع الريشو وايرور ناتج من ماجنتايزنج كرنت بتاع الترانسفورمر تمام انا الايرور هذا حيكون مثلا لازم حيكون عندنا ايش حيكون عندنا كمية كبيرة من الايرور تخيل معي ان خذينا البيك اب كرنت البيك اب كرنت قيمة معينة من الديفرنشال يعني خذيناه هيك بالشكل هذا البيك اب كرنت خذيناه قيمة ثابتة 5 6 امبير هذا البيك اب كرنت بتاعنا تمام يعني خذيناه مثلا 6 امبير هذا البيك اب كرنت بتاعنا تمام حيكون عندي في مجموعة معينة من الايرورز اللي حتى لو كان الفولت اكسترنال حيفصل عنده مثلا الايرور لما يكون هنا لما يكون هنا الايرور لما يقعد التيار الثرو كرنت اللي مار في الثرو كرنت اللي هو مار في الترانسفورمر اللي ماشي فيه يعني من خلال الترانسفورمر يكون هنا مثلا هذا فوق عطل كبير جدا ومرات يكون اكسترنال ويفصل السيستم ليش؟ لان حيكون نتيجه من الايرورز حيكون التيار يشتغل هنا ولكن خليني منه هذا كله خليني منه هذا كله لو ان نحن اخترنا الكاركترستيك بتاع الدفرنشال ريلي بحيث انه يكون بالشكل هذا بحيث انه يكون عند كل اي ار او كل ثرو كرنت مار في الترانسفورمر حيكون في عندي بيك اب مختلف عن الثاني يعني هنا البيك اب هنا البيك اب مش 6 حيكون مثلا 10 هنا البيك اب حيكون 12 هنا البيك اب حيكون بالتالي البيك اب كرنت بتاعها حيكون دايناميك في حد ذاته مش حيكون ثابت حيكون دايناميك وحيعتمد على الثرو كرنت فبالتالي قيمة الثرو كرنت يرتفع معها قيمة البيك اب حيحتوي جميع الايرورز اللي انت تشوف فيها هذين حيحتوي جميع الايرورز مع مارجن معين اللي انت تشوف فيها تمام حتكون هذه التريب ريجن بتاعك هذا هو المقصود به البرسنتج ديفرنشال اللي هو هذا الكاركترستيك بتاعه يكون كاركترستيك بتاعه لاين وماشي دايناميك ما هوش ثابت البيك اب كرنت بتاعه بينما البيك اب كرنت بتاع الاوفر كرنت ريلي قيمة معينة ستاتيك خط افقي في عند قيمه معينه من الثرو كرنت حتى لو كان الفورس اكسترنال حيمر فيه تيار حيمر تيار في الدفرنشال اكبر من قيمه البيك اب كرنت وحيفصل الريلي ومش مطلوب منه انه يفصل فبالتالي في حاله الدفرنشال بروتكشن يفضل انك انت تستخدم البرسنتج دفرنشال بروتكشن نقول الكلام هذا قال لك انا سينس ايتش اوف ذا اوف ذيس كوزز ليدز تو a differential current which is proportional to the actual current flowing in the transformer primary and secondary windings. A percentage differential relay provides an excellent solution to this problem. In a percentage differential relay, the differential current must exceed a fixed percentage. Exceed a fixed percentage, مش fixed current. Fixed percentage of the throw current in the transformer. The throw current is defined as the average of the primary and secondary currents. اللي هو عادة يكون الديفرنشال يكون تختاره انت بحيث انه يكون ايش ديفرنشال كرنت بحيث انه يكون اكبر من قيمه كي في الثرو كرنت اي ار اللي هو الافرج اوف ثرو كرنت طبعا بالنسبه لقصه الترانسفورمر ستار دلتا ترانسفورمر تقدر انت تختزلها بالخطوه هذه بس يعني انك انت تقدر تعمل كونكشن ولو عندك انت ريشو معينه لل
تختار مثلا ريشو معينه، لو مثلا نوت جيفن تختار ريشو معينه في جهه الستار بتاع الترانسفورمر او في جهه الدلتا بتاع الترانسفورمر بتاع الباور ترانسفورمر، تحسب تحسب اللود كرنت اللاين كرنت، وتختار استنادا عليه السي تي ريشو، لان السي تي حيكون كونكتد في جهه هذه على شكل ستار، فبالتالي تمام. الجهه الثانيه ممكن تحسبها عن طريق المعادله هذه، يعني هذه التيرنز ريشو بتاع هذه التيرنز ريشو بتاع الواي، تمام. هذا التيرنز هذه التيرنز ريشو بتاع الواي، وهذا الاي لود بتاع الترانسفورمر الواي، تمام. هذا الاي لود بتاع الواي بتاع جهه الترانسفورمر، جهه الباور ترانسفورمر اللي هو المفروض يكون كونكتد ان دلتا اس تيز، وهذه تكون النسبه بتاعها ان سي دلتا، فبالتالي حتكون في هذا الاي سي دلتا اي اس دلتا سكندري بتاع دلتا كونكتد سي تي على السكندري بتاع كونكتد دلتا ستار، حيكون المفروض انه يساوي واحد في الحاله الايديل، ويساوي نسبه التحويل بين ان سي واي في الاي الواي في ان سي دلتا في اي الدلتا، فبالتالي في الحاله هذه يعني بي اتنشن ان يكون الكونكشن بتاعك ان يكون التحويله بتاعك بالشكل هذا. هنا بس عندنا قال لك انا ذا سي تي برايمري ماجنيتيودز ار ليبلد اي ال دلتا اند اي ال واي اون ذا دلتا اند واي سايدز اوف ذا ترانسفورمر، تمام. دلتا اند واي سايدز اوف ذا ترانسفورمر، يعني هذا لجهه الترانسفورمر، تمام. ريسبكتيفلي وذ سبسكريبتس ذا سي تي سكندري كرنتس ار ليبلد اي اس دلتا واي اس ستار، اللي هو مقصود بها السكندري بتاع دلتا بتاع الكونكشن، which these subscripts refer to the type of CT connection، لكن subscripts هذين refer to the transformer connection. Respectively delta and y as shown in figure in the previous slide. طبعا هنا حنقض عليها مسألة إن شاء الله بالأرقام حيث أنها تكون الموضوع يكون أسهل. فعندنا إذا كان عندك أنت مثلا delta y transformer shown in figure 17-8 اللي هو الفيجر اللي فات، هذا نفس الفيجر راه كله نرام، يعني دلتا ستار والكونكشن، يعني ما فيش داعي نرسم كل فيجر والتكرار مش مطلوب بشكل كبير هنا، ولكن انت مطلوبه منك في المساله لو جبت لك في فاينل انك انت ترسم السكيماتيك بتاع الدفرنشال، يعني بعد ما تكمل المساله بتاعك. يعني عندنا هنا عندنا ترانسفورمر 50 ميجا فولت امبير و115 و69 كيلو فولت، اعطاني الريشو بتاع جهه الستار بتاع الترانسفورمر 600 الى 5، يعني جهه جهه الفي واي اعطاها لي قيمتها 600 الى 5. طبعا find suitable ان سي دلتا فور ذا دلتا كونكتد سي تيز اون ذا نو اسف هذا ذس وان از فور ذا ستار فور ذا سي تيز which belongs to the delta side of the transformer and this one belongs to the star side of the transformer in which the connection of delta belongs to the cities, تمام؟ يعني don't be confused with what has been said on the previous slide. هنا هذا مقصود بها على ال CT connection بتاع CT كل واحد with its relevant يعني device، يعني هنا بالنسبة ل I load معناها transformer I L Y transformer I L delta transformer، هنا ال N بتاع السي تي معناها هذا الواي كونكتد سي تيز، وهنا ال دلتا سي تيز هذا السكندري بتاع السي تي، فهذا حيكون بيلونجز تو ذا سي تيز اند سو اون. فعندنا هنا يبيك تجيب السوتبل ريشيو لجهه الدلتا في الترانسفورمر وتحسب يعني القيمه الريشيو هذه اللي تضمن لي مارجن معقول من ناحيه الدفرنشال بروتكشن، تمام. عندنا هنا اول حاجه تحسب انت تيار اللود اللي في البرايمري وتيار اللود اللي في السكندري بتاع الترانسفورمر، لو انه ما عطاكش سي تي ريشو مثلا، حتى لو ما عطاكش السي تي ريشو هذه تختارها عادي ما فيش مشكله، حتى لو ما عطاكش السي تي ريشو هذه تختارها ما فيش مشكله. هو ليش انا اختارها على فكره هنا ليش اختارها 600 الى 5؟ عشان لما يقسم على جذر 3 حيطلع معاه الكلام هذا، يعني فهمت كيف؟ حيطلع معاه اسف الكلام هذا، يعني لما يقسم على بالقسم على جذر 3 حيطلع معاه جهه ال ال الجهه اللي قاعد عليها هو. فبالتالي عندنا هنا حيكون عندنا اول حاجه الريشو اللي هو اي سكندري دلتا على اي اس دلتا ستار اس لي السي تيز، حيساوي عندنا جذر 3 في الاي اللي هو الان دلتا اللي هي ان سي اسف ان سي واي
اللي هي 600 الى 5 على ان سي دلتا هذه مجهوله. فوق هنا اللي هو الكرنت اللي هو الاي اس دلتا على اي اس ستار. بس هنا لحظه بس خلينا ناكدوا على حاجه عندك انا يا سلام على belongs to the star sign. تمام هذا هو. لو جيت انا عوض بها حيطلع عندك انت القيمه هذه وتعوض بها عادي جدا وطلع قيمه ال ns دلتا. لحظه بس هنا بس في حاجه في التعويض مش ما خلاص اي ال دلتا ايوه هذين belongs to the transformer belongs to the transformer. نعم تمام. فعندنا هنا اللي هو ال ان سي دلتا هذا الكونكشن في جهه الستار بتاع الترانسفورمر فحيبقى في او اللي هو الكونكتد دلتا بتاع السيتيز اللي هو حيكون في جهه الستار بتاع الترانسفورمر هذا كله حيساوي واحد. حتطلع عندنا ال ان سي دلتا 346. طبعا حتى لو اخترت 350 حيكون عندك انت 1750 الى 5 اللي هي مش ستاندرد ريشيو. مش حيكون عندك انت ستاندرد ريشيو. فلو انك انت تبي ستاندرد ريشيو حتضطر انك انت تاخذ اكبر قيمه اكبر من هيك بواجد اللي ممكن تصل الى 400 او 2000 الى 5. ليش؟ لان التيار في جهه 69 كيلو فولت حيكون تبكلي حيكون اعلى من قيمه التيار الموجود في 115 كيلو فولت. حيكون عندنا هنا التيارات نحسب قيمه التيارات اللي هي الاي سكندري دلتا حيساوي جذر 3 في اي ال واي او اي ال واي على جذر 3 في اي ال واي على الان سي دلتا وحيطلع قيمته 1.81 امبير. الاي اس واي حيساوي نفس الشيء هنا عندنا اي ال دلتا على ان سي واي وطلع قيمته عن طريق التيرنز ريشو بتاع السي تي. طبعا هنا التيار اللي هو الدلتا هذا اي ال دلتا اللي هو ساقني هذا تحفظ من خضينا نحن اللي هو هذا من بنحسبه نحن السي تي ريشو حيطلع لي السي تي ريشو مضروبه في جذر 3 فضروري تقسمها على جذر 3 ايوه بالضبط مضروبه في جذر 3 حيقعد هنا يو هاف تو مالتبلاي باي سكوير روت 3 لانك انت قاعد في جهه الدلتا كونكتد سيتيز بينما هنا الاي اس واي يو دونت هاف تو لانك انت اوريدي كونكتد ان دلتا هو وهو ما هوش قاعد في الدائره بتاع الدلتا وانما قاعد في الاطراف بتاعت الدلتا اللي هن اللاين فتاخذ تستعمل اللاين كرنت وتقسمه دغري على السي تي ريشو حيعطيك انت 2.09 فهذا بالخصوص اللي هو هذا هو كل شيء بخصوص السي تيز. لو جيت انت هذين اللي هو الفرق بيناتهم تلقاه انه هو ايش 13% من الماكسيمم من اقصى تيار فيه هذا تيار الثرو كرنت السكندري بتاع السي تي هو الثرو كرنت بتاع ترانسفورمر هو نفس الثرو كرنت بتاع ترانسفورمر هو نفس الثرو كرنت بتاع اللي هو الثرو كرنت بتاع الديفرنشال بروتكشن سكيم فحيكون عندنا هنا الحاصل الفرق بيناتهم 13% هذا ناتج من ايش؟ ناتج بس من الستاندرد بتاع السي تي مختلف في ايرورز اخرى تجمعها معاه لو ان مجموع الايرورز كلهم افطنه لو ان مجموع الايرورز كلهم طلع اقل من 50% معناها التصميم بتاعك صحيح اذا كان اكبر من 50% طلع الايرورز معناها كم باك تو ذا سي تي ريشو ذات يو هاف تشوزن دغري لو جينا هنا اول حاجه حسبنا قيمه الايرورز طلعناها 13% من اي اس واي المفروض ان الديزاين يقعد كوركت على حسب الستاندرد لما يكون 50% التوتال ايرور من ايش 50% من التوتال ايرور من قيمه الماكسيمم ثرو كرنت او الافرج ثرو كرنت بيناتهم يعني تقدر تاخذ حتى من 2.09 زائد 1.81 على 2 وتختار هو التيار اللي ينضرب فيه النسبه هذا فهذا في البدايه قال لك انا 13% من اي اس واي بعدها حسب معاها بقيه الايرورز
لحظة بس. Maybe no, no. Maybe we have missed something here. لحظة بس. تمام. في زيادة مني أنا حتكون هنا، يعني أنك أنت لا تكتفي بالإيرور هذا بس، تمام، أنك أنت ما تكتفيش بالإيرور هذا بس. لحظة بس. لا تكتفي بالايرور هذا بس، هنا في الكتاب بتاع اندرسون مكتفي بالايرور هذا بس. هذا باعتبار انه ما فيش ماجنتايزنج كرنت، ما فيش كذا، لكن انت الايرور هذا اللي يطلع لك اجمع مع مجموعه من اخرى من الايرورز حنجمعوها انت وهنا بس. لحظه بس. حنجمعوهم هنا اللي هن مثلا ممكن تحسب 13% تجمعها زائد 5% الايرور للستي الاول زائد 5% الايرور بتاع الستي الثاني. هذا الايرور هذا افطنه، ما لهش علاقه لا بدلتا لا ستار لا شيء، الايرور هذا قاعد في الستي اصلا في الترانسفورميشن ريشيو بتاعه، زائد 5% اخرى زياده في الماجنتايزنج كرنت، زائد مثلا 5% تاب تشينجينج ترانسفورمر، اخليها 10 هيك 10% تاب تشينجينج ترانسفورمر. عندنا كلهن كم يساوون؟ حيساوون عندنا احنا 25 و 13 48%. حيساوون كلهم مع بعضهن 48% أو 38%. 20 هذا 25 35 38 38% حيكون عندك برضو ما زال عندك أنت 13 أو 12% مارجن عن ال 50% حتى مع حسابات الإيرورز الأخرات. الديزاين هذا يعتبر كوركت تمام، ولكن الكتاب حاسب اللي عند الايرور هذا بس، اللي هو الايرور اللي ناتج من مس ماتش ما بين الستاندرد ديو تو ذا ستاندرد سي تي. ولكن هذا اللي درت الهايلايتنج وخليت عليه هذا سي تي ايرور، هذا خليه احسبه هو سي تي ايرور، حخليه يعني العلامه بالاحمر هذه حخليها. هذا مثلا اي ام ماجنتايزنج كرنت اوف ذا ترانسفورمر، هنا اللي هو 10% هذا تاب تشينجينج ترانسفورمر. لو حسبت كلهن طلع عن كلهن اقل من 50% تي سي تي تاب تشينجينج ترانسفورمر تي سي تي، لو طلع عن كلهن اقل من 50% معناها الديزاين بتاعك كوركت تمام. طبعا لو جينا نحن استكملنا بقيه التوبيك بتاع المحاضره نجو هنا بالنسبه للماجنتايزنج ان رش. ممكن حكت لنا نادين عليه باوفر فيو، حكت لنا عليه حكيت لكم عليها من المحاضره اللي فاتت. ف اي ثينك يو ار اوير ناو اوف وات داز ات مين باي ماجنتايزنج ان رش كرنت.
طبعا هذين بس الطرق اللي هن يستعملوا فيهن في انك انت تعمل سبريشن لقيمه الماجنتايزنج ان رش كانت, اما يا اما تعمل دي سنسيتايزنج للريلي ديورينج ستارت اب, يا اما سوبرفايزنج ذا ريلي وذ فولتج ريليز, يا اما ادينج تايم ديلي, يا اما ديتكت ماجنتايزنج ان رش باي اوبزرفينج ذا كرنت هارمونكس اند سو اون. عندنا هنا بالنسبه لكل طريقه ولها اللي هو الشرح بتاعها هنا. مثلا الطريقه الاولى دكتور بس سؤال تفضل, بس في الاكزامبل احنا لما طلعنا هسه قيمه الايرور مش هيك انا كاني عملت فيكست بيك اب كرنت يعني مش دايناميك ولا كيف هي بتتم العمليه؟ لا هي مش 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 بيك اب كرنت, البيك اب كرنت ابدا ما هوش فيكست, انا اللي اعطيته هذين برسنتج يعني, بس الايرور هذا اللي بطلعه انا مثلا بضربه في قيمه البيك اب كرنت مشان اترك مارجن ولا كيف؟ لا القيمه بتاعك انت لو جيت انا لحظه بس القيمه بتاعك انت تختارها الديفرنشال حتساوي اكبر من او يساوي كي مضروبه في الاي ار. تمام فهمت كيف؟ الكي المضروب في الاي ار هذا ضم ال ضمهم كلهم هذين, فهمت علي كيف؟ يعني يعني بحيث انه يكون مجموع الايرورز بحيث انه يكون قليل يعني اقل من 50%, فهمت علي كيف؟ تمام يعني هو انه يصير يشوف الايرور بس احنا ما يعمل تريب, احنا بدنا نعمل تريب يعني يكون عامل انكلود, هو شوف فين هو الريلي شوف فين كلهم الايرورز هذين. ولكن لو خذيت انت فيكسد كرنت تيار ثابت فيكسد كرنت حنروح نعلمه عليه حتى هذه, تمام؟ لو خذيت انت هنا فيكسد كرنت في الاوفر كرنت بروجكشن حيكون فيكسد هذا اوفر كرنت او سي سي او سي سي سيتنج او سي سي بيك اب كرنت, ولكن الديفرنشال برسنتج ديفرنشال هيك الكاركترستيك بتاعه حسب قيمه الفولت بيكون البيك اب كرنت عشان يضمن كل الايرور, صح؟ اه على حسب قيمه الثرو كرنت مش قيمه الفولت, على حسب قيمه الثرو كرنت اللي هو التيار اللي مر خلال المحول حيكون عندك انت قيمه الـ قيمه الـ اللي هو البيك اب كرنت بتاع البيك اب كرنت بتاع ديناميك يعني. تمام تمام دكتور تمام بس خلينا نسدوها هذه. اوكي نجود هو هذا بالنسبة لي هذا هو كل شيء بخصوص المحاضرة هذه, بس نحن فضلنا بس اللي هو الماجنتايزنج ان رش كرنت. الميثودز هاف بين ديفايس تو ديسنسيتايز الديفرنشال ريلي اند بريفنت تريبنج ديورينج ستارت اب. وان ميثود بارلز ذا اوبريتنج كويل وذ ريزيستور, طبعا تخلي الريزيستور هذه تاخذ من جزء من الكرنت. بينج كلوزد باي ان اندر فولتج ريلي اللي هو البي كونتاكت. وان ترانسفورمر بانك از دي انرجايزد ذا اندر فولتج ريلي ريسيتس, يعمل له ريسيت من جديد ويشتغل يعني عمليه الديسنسيتايزنج هذه تشتغل من جديد, عرفت؟ ذير باي كلوزنج ذا ريزيستور باي باسنج ذا سيركت اون ستارت اب اند اوبريتنج كويل از باي باست until the under voltage relay picks up which is delayed by suitable time. طبعا هذه عمليه الديسنسيتايزنج هذه حتكون سنسد على الجهد. سوبرفايز ذا ريلي وذ ذا فولتج ريليز. ذا فولتج سوبرفايزد ريلي ميجرز ذا ثري فيز فولتج از ا مينز اوف ديفرنشال ديفرنشيتنج بتوين ان رش كرنت اند فولت كونديشنز. ذا ا فولت بينج ديتكتد باي ذا سبريشن اوف وان اوف ذا ثري فيز فولتجز. طبعا هذا يعتبر كانه كيف ال اوت اوف زون بلوك ريلي او يعني اوت اوف اوت اوف ريتش بلوك ريلي اللي اخذناه على الباور سوينج هذا اللي هو اوت اوف تريب بلوك ريلي او بلوكينج ريلي. نفس الشيء هذا حتى هو يعتبر ريلي سوبرفايزنج ذس ريلي ويعمل يخليه الاود تو اوبريت تو سيرتن كونديشنز ويتش از ديفرنت فروم وان كرنت تو انذر. Simply adding the time delay on the, to differential relays during energization of the transformer is effective, but it must be accompanied by some method of overriding the time delay if an actual fault current occurs during startup. If an actual current occurs during startup, عندنا usually time delay. طبعا عملية ال time delay هذه تقدر تتحكم فيها أكثر في solid state يعني solid state relays. مش في الالكتروميكانيك, انا اتوقع ان موضوع الادنج تايم ديلي هذا بحيث انه يقعد يفصل عند قيمه معينه في التايم عند قيمه معينه للتيار, ولكن بعد تايم معين
هذه تتحكم فيها بشكل اكثر او بشكل فليكسبل اكثر في السوليد ستيت. عندنا هنا في الاخر اللي هو الطريقه الرابعه اللي هي الهارمونكس. الهارمونكس اللي هي تعمل ديسكريميشن عن طريق السكند هارمونيك اوف ذا توتال كرنت على اساس يعني تطلع منها السكند هارمونيك هذه فيما اذا كان هو لارج ان رش كرنت ديو تو انيشال انرزيشن والله عباره عن انستنتينيوس شورت سيركت. موست ديفرنشال ريليز يوز فلتر تو ديتكت ذا سكند اند سام تايمز تو فيفث هارمونيك كرنت تو ريسترين تريبنج وين ذا كرنت از بريزنت. طبعا زي ما قلت لك انت تقدر انت حتى ديورنج ستارت اب تعمل ديسنسيتايزنج للريليز وذاتس ات يعني تركبها في بعد مرحله الستارت اب بحكم انه صعب ان في مرحله الستارت اب ويحدث فوت معها في نفس الوقت بصراحه صعب فتعمل ديسنسيتايزنج للريلي ديورنج ستارت اب وبعدين تدخل اللي هو يعني تدخل الريلي سيركت. يعني هو عاده المده الزمنيه بتاع الانرش 10 ملي سكند 10 ملي سكند انا شايفها في كتاب اللي هو كتاب هورويتز 10 ملي سكند يعني 30-40 سايكلز يعني 10 ملي سكند يعتبر فيري شورت تايم يعني مش حيسبب بشكل كبار من ناحيه انه هو تعمل له ديسكريميشن او مثلا انك انت تعمل له ديلينج ولا كذا. تمام هذا هو السكيماتيك دايجرام مثلا بتاع 3 فيز 3 وايندينج ترانسفورمر ستار ستار دلتا. لو انك انت مثلا يعني اشتغلت على مسألة مثلا فيها 3 واير فبالتالي في الحالة هذه تقدر عادي يعني تقدر انت بدل ثرو كارنت يعني يقعد مثلا تيار حصل طرحاً يقعد حصل طرح السكندري الأول السكندري الثاني والسكندري الثالث ومجموع الإيرورز حتضطر انك انت تخليه المجموع الإيرورز بتاع السيتيز حتضطر انك انت تخليه أقل من 50% وحينجمع معاه الايرور بتاع السي تي الثالث. هذا في وايندنج ترانسفورم عاد يستخدم في الباور بلانتس واللي يكون في مناطق نائيه وهيك يستخدمونه في النوع هذا من المحولات بحيث انه يوفر الكتريسيتي للمحطه من غير. فهذا هو كل شيء بخصوص المحاضره هذه. وانا اعذروني انا لاني صايم ومش راقد كويس اليوم الصبح وانا نشتغل مع الطلبه وهيك فممكن جيت كم مرهق شوي. اذا كان عندكم اي سؤال انا جاهز ما فيش اي مشكله حاضر. إذا كان أي حد منكم عنده أي سؤال I can يعني answer you now otherwise we could take a break and come back to you إن شاء الله بعد ما نصلي العصر. دكتور بس أسأل أتفضل أسأل نسلم الهومورك هلا عادي سلم عادي سلم أبعث الإيميل تمام دكتور خلاص الهومورك هذا عليه 20 marks وبعدين ان شاء الله حيكون عندكم الفاينل ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم التوفيق. والله انا معجب بالدفعه بتاعكم هذه ما شاء الله عليها فيها يعني نخب طلبه نخبويين جدا ما شاء الله عليكم ومش بدون مجامله يعني لو ان مثلا فعلا الطلبه ضعاف ولا كذا انا نقول ما نقولش الكلام هذا وما شاء الله عليكم حتى من ناحيه التقارير جميع تقارير ممتازه جدا الاوريجينال الكتابه اوريجينال وفعلا متعوب فيه الشغل و يعني اتمنى انكم انتم تتحملوا المسؤوليه لعند نهايه الفاينل هذا بس انه خلاص تكملوا به الفاينل ان شاء الله وترتاحوا وان شاء الله انا حنستقبل فيدباك منكم ان شاء الله regarding this course in order to يعني to improve it in the next time it will be taught. يعني انا زي ما قلت لكم انتم درس هل protection في البكالوريوس والماجستير ولكن البي اتش دي بتاعي مش على بروتكشن انا البي اتش دي بتاعي على الكنترول باور سيستم باور سيستم موديلنج اند كنترول ولكن هنا كلوز تو ايتش اذر ديسيبلين وانا اعطيتكم نفس اللي خذيته انا لما كنت طالب وزدت عليه واجد اخرى زدت عليه مواضيع واجد فنتمنى يكون التوبكس اللي نعطي فيه في المستوى ونتمنى انكم انتم تكونوا على قدر من المسؤوليه للفاينل تذاكر للفاينل كانك تذاكر الامتحان النظامي كانك تذاكر الامتحان قاعد ان كلاس كانك تذاكر انت قاعد وانا قدامك فهمت كيف هيك عشان انت تجمع حاجتين تجمع اول حاجه تجيب علامه كويسه وفي نفس الوقت شنو في نفس الوقت تو جين ذا نوليدج ذا ريكوايرد فور ذا سيمستر يعني انت خلاص ما خسرت شيء تو ما زال عندنا المحاضره الجايه حتكون اخر محاضره محاضره الثلاثاء القادم حتكون ان شاء الله اخر محاضره حناخذ فيها جنريتور بروتكشن مش محاضره بعد البريك يعني محاضره الثلاثاء القادم اللي هو الاسبوع الجاي حناخذ بعد المحاضره هذه حناخذ طوى جنريتور بروتكشن اللي هو في الشق الثاني من المحاضره وبعدين المحاضره اللي الثلاثاء القادم حناخذ الجنريتور بروتكشن الشق الثاني منها وبعدين حناخذ انتدكشن على السامبلينج وذات ست
هذا هو المنهج بتاعكم وبالزايد معطى بالزايد يعني. فشنو ما بعد الثلاثاء هيقعد انا مستفرغ لك للاسئله بتاعتك على الواتساب، سواء على الواتساب او على الايميل او هيك، و يعني حتى نعطيك فرصه مارجن انك انت تذاكر وانك انت تشوف حالك يعني تتمكن من المنهج، لان جميع مفردات المنهج حيكون داخله، جميع مفردات المنهج حيكون موجوده وداخله عندك في الامتحان. الحاجه الاهم انا وهي زي ما قلت لك انت عشان تنجح انت في الامتحان هذا وتجيب فيه علامه كويسه وفي نفس علامه عاليه وفي نفس الوقت تفهم كويس، ذاكر وكانك ذاكر على امتحان نظامي، ذاكر كانك دخل على امتحان نظامي. فهمت كيف؟ انا حن اي ويل ديزاين ما اكزام، مش عارف اذا كان حيفترضوا علينا هم ستراكشر معينه للاكزام ولا اعمل على الاي ليرنينج ولا كذا، ولكن جنرالي ممكن حنعمل اكزام يكون مثلا يعني كانه في الستايل بتاع اوبن بوك اكزام. فهمت كيف؟ ولكن مهما كان الطالب اللي يكون متحمل مسؤوليه وقاري، جه اوبن بوك جه كلوز بوك جه اوف لاين جه اون لاين جه ان كلاس، الطالب حيكون المتمكن حيكون جاهز لجميع انواع الامتحانات. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اذا كان عندكم اي سؤال حنوقف التسجيل شويه على اساس اني انا نعدي نصلي العصر وبعدين وي ويل كم باك تو ذا اذر ليكتشر. هل في حد عنده سؤال بخصوص الملاحظه؟ دكتور انا بس عندي سؤال واحد. تفضل. هلا احنا اخذنا انه هون انه يزن، الو يزن تسمح لي؟ I can't hear you يزن. دكتور بصير انا اسال قبل ما يرجع يزن. تفضل. نعم دكتور، هسه الايرث فولت كرنت مش بيكون اقل من اللاين تو لاين اذا صار في الترانسفورمر؟ لا مش بالضروره. لا عادي يعني؟ لا مش بالضروره، لا عادي. دكتور اذا لنفرض مثلا كان انه صار في فولت كرنت بس كانت قيمته قليله والديفرنشال ريلي ما قدر يشوفه، في نوع مثلا موديفايد؟ لان انا بتذكر كان في شيء اسمه ريستريكتد ايرث فولت. نعم مرات يضيفوا لك اكويبمنت على الايرث فولت. نعم الترانسفورمر يضيفوا لك اكويبمنت تكونكت تو ذا نيوترال بوينت اوف ذا ترانسفورمر على لحمايته ضد الاعطال الارضيه، ويكون فيري سنسيتيف في الحاله هذه. و سوري بحكي هو بيكون امبلايد وذ ديفرنشال ريلي ولا لحاله بيكون كومبوننت لحاله؟ لا كومبوننت لحاله. يكون كومبوننت لحاله. نعم تمام دكتور. الو دكتور. نعم يا زناء. بعتبر فصل عند النت. لا عادي ولا يهمك. ها على ما دكتور كنت بدي اسال، هلا لما يكون عندي الدلتا والواي على يعني على الترانسفورمر نفسه، لما اشبك السي تيز بشبكهم عكس هيك صح؟ نعم لاحظ معي انه حيكون كل جهه الستار جهه الدلتا ستار وجهه الستار دلتا وهكذا. خلاص هيك انت حتكون مش حتاخذ اصلا في الاعتبار الفيس شيفت اصلا، خلاص حيكون كان حيكنسل بعضه. طب دكتور يعني هو احنا بنعمل هيك عشان الفيس شيفت، طب بالنسبه للترانسفورمرز اللي بيكون مثلا الفيس شيفت تبعها اكثر يعني من 30 ديجري، يعني مثلا في ترانسفورمرز بيكون مثلا على النيم بليت تبعهم مثلا دي واي 5، انه الفايف اللي هي معناته في فيس شيفت ما يقارب ال 150 درجه، كيف ممكن معلش مش على النيم بليت او الترانسفورمر فيكتور، في شيء بنسميه اللي هو ترانسفورمر فيكتور مثلا بيكون مكتوب دي واي مثلا 5، معنى هذا الفيكتور انه الدي يعني دلتا على البرايمري، الواي معناته سكند ستار على السكندري، والفايف هاي هي عباره عن الفيس شيفت ما بين السكندري والبرايمري بمقدار 150 درجه. فهمتك. فكيف ممكن اعمل هاي يعني كيف ممكن اشبك السي تيز تاعوني بحيث انه اتغلب على هذا التيست اللي هو 150 درجه
او ما ياثر. ممكن هذه الله اعلم، ممكن هل هو هذه في هذه الله اعلم. I don't have the best answer for your question، ولكن نقول لك ان ما دام ان الكونكشن بتاع الدي 5 هذا دوبل على البايندينج بتاع الترانسفورمر، معناه حتى هو دوبل على السي تيز. يعني شن حيكون اكيد حيكون الكونكشن بتاع، نعم حيكون الكونكشن في جهه الستار دي 5 حيكون في كونكشن في جهه الدي ستار. تمام فهمت علي كيف؟ هكي بس يعني ما تاخذهاش انت ستاندرد ان دلتا ستار هنا، هذا بس عشان درناه عشان نعمله كانسليشن للفيس شيفت. فما دام الفيس شيفت 150 معناته بتعمل كونكشن بتاع 150 على اساس انك انت تخلي تعمل كانسليشن للفيس شيفت بتاعك. يس اكيد ديفينتلي يس نعم. اوكي دكتور any other question؟ خلاص بس عضوني بس من 10 دقائق الى ربع ساعه نصلي العصر ونرد عليكم ان شاء الله. باهي ان شاء الله تو بس حنوقف التسجيل وان شاء الله حنردوا نكملوا بقيه المحاضره على الموضوع الثاني اللي هو الجنريتور بروتكشن. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.